وتفقد الطير فقد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما
وإنما تعطون غيركم يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون غيركم يوم القيامة وإنما توفون غيركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا لتبين له للناس ولا تكتمون
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله
الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يا رب اللهم تقبل يا رب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا معنا
رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا أخرجوا من ديارهم في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. ولأدخلنهم جنات تجري تحتها الأنهار ثوابا. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا بالعباد الله. والله عنده حسن الثواب. والله عنده حسن الثواب. والله
تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الغار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وإن لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم ما يدرم بهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا أيها الذين
واتقوا الله واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يا رب وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
شاء واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا اليتامى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أذنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. وهكذا يا اخوة الايمان والاسلام استمعنا من ايات الله البينات. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ وليد السعدني القارئ بجمهورية مصر العربية المقيم بكفر شبين الاناطر بمحافظة القليوبية الاذاعة الصوتية والانوار الكهربية ومخازن فراشة الكبرى نظارة الحاج سيد احمد حسن واولاده والمقيمين بمدينة الاناطر الخيرية. شكر الله سعيكم جميعا.